السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في احوال طيبه، عواشركم مبروكه، الله يدخل عليكم ان شاء الله الشهر الكريم بالصحه والسلامه وطول العمر وباش ما تمنيتو يا رب. كيف ما شفتوا من العنوان ديال لا فيديو، اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم معسلات رمضان بحشوه وحده، اشكال مختلفه ولكن الحشوه كتبقى وحده، الحشوه البلديه التقليديه الاصيله كتبقى بالنسبه لي انا احسن حشوه بدون منكهات بدون زياده ولا نقصان. ندوزوا للطريقه على بركه الله. بالنسبه انا لهنايا بغيت ندير كونتيتي وحده بخطره، خديت 2 كيلو ديال اللوز، درت الماء يغلي مزيان، عاد درت طفيت البوطه ودرت فيه اللوز، خليته 3 دقائق وصفيته. اللوز قبل ما نديرو في الماء غسلته مزيان واحد 3 الغسلات، من بعد ملي كنصفيه كنشدو كنديرو في بلاستيكه وكنبدا كنفسخ فيه. بالنسبه للطريقه ساهله، كنشد دوك الساشيات غير شي وحده تكون صحيحه اللي كنتقداو بهم، هادوك اللي كناخد وكنبدا ندير فيهم واحد الكونتيتي ديال اللوز وكنبقى كنفرك، كيجيني ساهل ودغيا كيتفسخ اللوز بخطره. الطريقه ما كتكونش متعبه، عاد كنخليه ليله كامله. بطبيعة الحال كنغطيه بشي هكا منديل يكون نقي وكنخليه حتى لغد ليه. عاد كنقسم الكونتيتي على 2، يعني كيلو كيبقى هكا ناشف وكيلو الاخر كنشدو كنقليه. القليه ديال اللوز راه كلشي كيعرفها، كنقليه في اللوز في الزيت بارد حتى كيتحمر ليا شويه، وكنحيدو دائما الدرجه ديال التحمر اللي كتحيدو راه كيتزاد عليها من بعد ما كيبرد. وبالنسبه للاضافات الاخرين، السكر بالنسبه لكل كيلو ديال اللوز كندير 400 غرام ديال سنيده، تقريبا اقل من نص بشويه. وبالنسبه للكميه ديال كيلو ديال اللوز كندير معلقه كبيره ديال القرفه. بالنسبه انا هنا عندي هنا 2 كيلو، درت تقريبا 2 معالق كبار ديال القرفه وواحد 6 المعالق و 6 الكويرات ديال المسكه الحره، ما كنكثرهاش، كل كيلو كندير 3 الكويرات. كنشد اللوز، كنبدا بهذا اللوز البيض هو الاول، كنطحنو، ما كنطحنوش مزيان غير كنهرمشو تقريبا. نفس الشيء غادي نديرو اللوز المقلي، حتى هو غادي نهرمشو واحد شويه شويه نيت مزيان. هانتوما تشوفوا الشكل ديالو كي كيكون القياس ديال التهرميش. وديك الساعه كناخذ هذيك الكونتيتي اللي عندي ديال السكر كنقسمها عليهم بجوج. انا عندي هنايا 800 غرام ديال السكر حيت عندي 2 كيلو ديال اللوز، كنقسمها وكنخلط مزيان باش ينسجم ليا داك السكر مع اللوز اللي عندي، سواء اللوز البيض او اللوز المقلي نفس الطريقه. وكندوز دابا عاوتاني غنعاود نطحنوا المره الثانيه، غادي ناخدو غير هو هنايا بالنسبه للوز البيض كيختلف الطحين ديالو مقارنه باللوز المقلي. هنايا غير كنبدا كنطحنو، اون فوا كنشوف، ما كنطحنوش حتى كيطلق الزيت ديالو ويتميه، غير اون فوا تبدا تشمع ليا العقده غادي نحبس. اما بالنسبه لهذا المقلي، اللوز المقلي، فكنطحنو حتى كيولي ليا بحال الشكل ديال املو، بحال شكل دبخاليني. انا هنايا كنستعمل تقريبا استعملت 3 ديال الطحانات، هذيك الطحانه الحمراء، واستعملت هذه العطريه، واستعملت الاخرى ديال اللي كتجيني مع الخلاط الكهربائي. هادو هما اللي استعملت. شفتوا اللوز البيض كي قلت لكم اون فوا كيبدا كيتجمع صافي كنحبس، ما كنطحنش حتى يطلق الماء ديالو. بالنسبه للي بغى يطحن على برا لكم الاختيار، انا كنفضل الماكينتي نقيه طحنه فيها بوحدي. غادي نجي دابا غادي نخلط اللوز المقلي مع اللوز العادي. بالنسبه لهذه المرحله تقدروا تستعملوا العجانه، الناس لان غادي ندلكو مزيان اللوز تقدروا تستعملوا العجانه، انا كنفضل نستعمل يديا باش هكا كتقيسي الحاجه كتعرفي شنو القياس ديالها. ضفت قبصات الملح ضروريه، عاد ضفت كذلك هذيك القرفه اللي دقيتها مع المسكه الحره، وغادي نبدا نخلط. في هذه المرحله ما كنضيفش الماء الزهر، كنبدا نخلط حتى كينسجم ليا اللوز المقلي مع اللوز العادي، عاد كنبدا نضيف ماء الزهر. تقريبا بالنسبه لماء الزهر غادي نكون ضفت واحد كاس ديال العنبه بالنسبه لجوج كيلو ديال اللوز. وهنايا كتبغي الخدمه كتبقاو كتلكوا فيها بحال كتعجنوا، واحد المرحله غادي تبدا تطلق لكم الزيت سينو هما ما تخافوش.
حاجه عاديه، كنبقى ندلك حتى كترطب. سمحوا لي هنايا، عند بالي انا راه شدني الكاميرا ولكن طلعت يديا. امتى كنعرفو صافي راه ساليت من التدلك؟ كنشد واحد القياس ديال اللوز، كندير فيه واحد الحريبيل وكنبدا كنلفو. خص هادي ملي كنبدا نلف العقده ما خش داك اللوز يتهرس. هنايا كنعرف صافي راه العجين ديال اللوز راه صافي تدلك مزيان. كنجي كنديرو في شي بول وكنغطيه، لان اللوز ما خصوش يضربو البرد، غيبس وغادي يصعب ليكم في التشكال ديالو. كنتو مسالين تقدروا تخدموه ديك الساعه، ما كنتوش مسالين غير غطيه وخلوه حتى الغد ليه وخدموه، ماشي مشكل. غناخد هنايا لي بلاطو فاش غادي نبدا نشكل. كي قلت لكم انا عندي ثلاثه الحشوات، قسمت العجين على ثلاثه تقريبا، يعني ميزاني كان الكميه متقاربه. وكنجي اول حاجه غادي نبدا نشكل هو كويرات. كندير 13 غرام في الكويره باش يجيني واحد القياس. نتوما بديروا عينكم ميزانكم اللي يعجبكم. اكيد غادي ندير الكرسي وغادي نجلس، لان ما يمكنش نكمل كل شيء واقفه. ها نتوما كيف ما شفتوا شكلت ثلاثه تشكيلات الكويرات للبريوات. هذا الحريبيل هذا درت فيه 13 سنتيم على حساب المحنشه، ضروري تعبروهم باش يجيكم واحد القياس البنات، باش ما يجيش شي كبير شي صغير. وهنايا السيجار درت فيهم في العرض تقريبا واحد 5-6 سنتيم هكاك، وغطيت، ضروري تغطيو بالسلوفان. حتى شكلت هكا العجينه ديال اللوز، عاد مشيت جبت الورقه البسطيله، لان خصكم تخدموا بها في ساعتها، ما تجيبوهاش وتحطوها عاد تجلسوا توجدوا الحشوه، وهذا تخسر لكم الورقه. كنبدا ناخذ شويه بشويه والباقي كنغطيه. غنبدا باول حاجه هنايا هما المحنشات. ناخذ العجينه، الورقه. الورقه خديت هنايا الحجم الصغير، كتقولوا للناس اللي يصيبوهم صيبوا لي الورقه ديال البريوات الحجم الصغير. وكنشدها كنلفها وكنقسمها على اربعه هكا، كتعطيني مثلثات الحجم ديالهم صغير. كنخلي القياس باش غنخدموا الشيء الاخر، كنغطيه ببلاستيك، ضروري خصو ينشف. غادي نجي هنايا الجهه الملسه هي اللي كتولي لتحت جهه الطبله، هنا يعني هذه علاش كنخدم، هي الجهه الحرشه. كندهن الورقه بالزيت، انا ما كنستعملش نهائيا الزبده في الحاجه اللي غتدخل الفران. وكنحط هذاك الحريبيل على اساس كنخلي كيبقاو ليا الجناب خاويين، وكنبدا كنلف عليه الورقه. هنايا ما تزيروش على داك الحربيل بالورقه بزاف، لان الا زيرتو ملي غتجيو تلفوا غادي تبدا تقطع لكم الورقه. شفتوا كيبقاو ليا الجناب شايطين، غنجي نقص شويه لبان ليا طويل. وغادي هنايا نبدا نلف هذاك الشكل على راسو. كنظن ان راه كلشي كيعرف طريقه سهله. داك الشويه اللي كيبقى خاوي غادي ندير ليه خليط ديال هنايا، ما قلت لكمش باش كنلصق الدقيق مع الماء الزهر، ما كنخلطوش بالماء، انا ديما كندير ماء الزهر باش كيعطيني لوغو زوين. وصافي وكنحاول بيتو تلصقوا مع الجناب، لصقوا بيتو تخشيوها لتحت، انا كنفضل لتحت هكا كنضمنها ما غتحلش ليا في الفران. صافي استمريت بنفس الطريقه حتى كملت الكونتيتي اللي عندي. ندوز دابا للبريوات. البريوات كنقطع الورقه اشريطه تقريبا العرض ديالها 3 اصبع اللي درت. كنجي كنحط الكويره وكنبدا كنلف اللفه ديال البريوه، كنراها سهله. كنبدا نلصق ديك الساعه، نلصق هذا الجانب. وكما قلت لكم سمحوا لي ما كنردش البال كنطلع يديا، ولكن كنظن ان الطريقه واضحه. النصيحه اللي نعطيكم ما تضغطوش على الكره باش تجيكم البريوه بومبي. وشفتوا هذاك الجناب اللي كنوريكم، دائما هذاك هو اللي غيولي للجهه الاخرى. راه الطريقه سهله مهله، غير شويه ديال التركيز وما تضغطوش على الكره، خليوها هكاك بومبي باش تجيكم البريوه. نعاود ناكد عليها تجيكم منفوخه. وكنبدا كنلصق، الى جاني داك الورقه اللي شيطه كثيره نقصوها بالمقص، وكنبدا نلصق بداك الخليط ديال ما الزهر والدقيق. انا نورمالمون كنسرح الاشرطه وكنبدا كنلف بخطره، كندير واحد القدر اللي غادي نقدر نغلب عليه. ما ديروش، لان الا نشفت الورقه راه كتصعب باش تخدموها. كندير تقريبا ديك 5 د الاشرطه كيجيوني ساهلين، وكنبدا كنلف حتى كنساليهم كاملين، عاد كنجي كنلصق. ما عمرني غادي نلف وندير مثلا خليط ديال الدقيق والماء الزهر ليهم كاملين، عاد رجع عاوتاني الاول وحده نعاود سميتو غنلقاها لصقات ليا في الطبله.
اللهم اللي غادي نلصق هي اللي غادي ندير ليها الدقيق وما الزهر. انتم كيف ما شفتوا كندير الدقيق وما الزهر، كنحاول نخشي ديك الورقه في داك الجويب، عاد عاوتاني نعاود نلصق داك الراس تاع الجويب على الورقه اللي ديجا لصقت في الاول. ما عرفت واش جاتكم الطريقه واضحه. صافي حتى كنكمل عاوتاني البريوات اللي عندي، ودائما في الحطه ديال البلاطو خصني نسرحهم، لان الا درتهم مثلا في شي بواطه ولا شي حاجه غيعوج ليهم الراس ديالهم. هنايا السيجار قطعت عاوتاني الورقه على أربعة، وكيف ما شفتوا كنحاول نحيد لهم داك الجوانب باش ما تجينيش الورقه كثيره في السيجار، وعاد كنحلهم وكنبدا كنلف عليه الورقه. ها هما الطريقه، راه الفيديو شرح راسه. وفي داك الاخر راه كندير الدقيق كنلصق، وفي الحطه ديال البلاطو ديما ديك الجهه اللي لصقت هي اللي كتولي لتحت. ونستمر بنفس الطريقه. هنايا راه ما كنغطيش نهائيا لا بريوات لا والو، حيت خصهم ينشفوا، غير كنحاول نستفهم ويكون داكشي مقاد. انتم كيف ما شفتوا هنا الا لاحظتوا راني دهنت الورقه، علاش؟ حيت بدات شويه الورقه كتنشف، داكشي علاش عاونتها بالزيت باش ملي كنخدم بها السيجار ما تخسرش. دائما الا كنتو بديروا اشكال مختلفه خليو السيجار هو الاخر، اما المحنشه ديما بداو بها. هنايا خديت انا 2 كيلو ديال الورقه، شط ليا هاد الكميه هادي، ماشي مشكل. هنايا كان الليل حيت خدمت كنخدم غير بالليل بحكم الخدمه، غير غطيو مزيان بالسلوفان ديك الحشوه وخلوها حتى الغد لي تقدروا تخدموا بها. صافي خليتهم كي قلت لكم حتى الغد لي، عاد غادي ندوز دابا باش نقلي حيت خصهم ينشفوا مزيان، هكا كيجيو زويونين. وجدت حدايا كلشي، الزيت فين غادي نعسل، فين غادي نصفي، وغادي نبدا. درت الزيت تتسخن وغادي نبدا هنايا نستف. نبدا بالبريوات هما الاولين، ديما الجهه اللي لصقتها البنات كتوالى لتحت في المقله، وما كنديرش كميه كثيره باش يسهل عليا انني نحرك في المقله. البريوات السر ديال النجاح ديالهم في الطياب هو التحرك. ملي كنحطوهم في المقله في الزيت وحنايا كنحركو، ما غاديش نوقفوا نهائيا على التحرك، لان الا خليتوهم غيتحمروا لكم من التحت ومن الفوق. لا، كنحاولوا نحركوهم باش هكا كيجيو مقادين في الطياب وكيشدوا لون واحد. وتاني حاجه العافيه، ما تكونش ناقصه بزاف وما تكونش مجهده بزاف. الا جهدتوا العافيه غتشوط ليكم البريوه من الفوق ومن الداخل، تبقى الورقه خضراء. نقصتوا العافيه غتحمر البريوه كامله وتجي مقاده، ولكن ديك العقده اللي كاينه ديال اللوز لداخل غدير لكم واحد الغشه قاصح، تولي البريوه ديالكم قاصحه. يعني السر ديال نجاح البريوه في الطياب ديالها العافيه متوسطه والتحرك. ما تنقصوش العافيه وما تجهدوش، غنستمر بنفس الطريقه حتى وكان يطيبوا عندي البريوات وياخذوا ليا داك اللوين الذهبي يكون زوين، ما يكونش عاود مغلوق. علاش؟ هنايا راه غير الضو كيبان تاني مفتوح بزاف. الا كان فاتح الا كان مغلوق ديجا عندنا العسل حنايا اللون ديالو مغلوق، غادي يزيد يكحالوا اللون ديالهم، ما غاديش يجيو اللون ديالهم زوين. داكشي علاش غير اون فوا يتحمروا شويه غنحيدهم وغادي نطفيهم في العسل. كي كنقولوا العسل ضروري يكون بارد، لان عندنا البريوات سخان ضروري العسل يكون بارد. ومني كنحطوهم في العسل ما كنضغطوش عليهم بشي سباتول باش ما نهرسوش الورقه، الورقه كتكون حساسه سورتو هنايا سخونه. كنبدا غير كنحرك في البرمه اولا في الانيه فاش دايره العسل، هكذا هما راح يتسخن دغيا كيغرقوا عندنا في العسل. هنا طفيت على العسل، ما غاديش طفيت عفوا على الزيت، ما غاديش نقلي فيه حتى يبرد شويه. غادي ندوز دابا، حطيت المحنشات في الطاوه، دائما كنحاول نزدي الجهه اللي لصقت نزديها مع المحنشه الاخرى باش ما تحلش ليا، باش نعاونهم ما يتحلوش ليا في الفران. وكندهنهم بالزبده اللي ذوبت وخليتها حتى نشفت من داك الماء اللي فيها. الفران شعلته قبل سخون، تقريبا درت الفران على 170 180 درجه. اللي عنده لتحت كيشعل بوحدو، شعلو لتحت حتى يطيبو من التحت عاد الفوق. انا عندي الفران كيشعل الفوق والتحت، دائما كنعاونهم بشي طاوه من الفوق باش نقص عليهم العافيه، ما كنخليهمش في الفران حتى كيتحمروا، غير كيبانوا لينا نحسو بالورقه راها طابت كنحيدوها، كيكونوا باقيين بيضين وكنطفيهم ديريكت في العسل. نفس الطريقه ديال البريوات هي باش غادي نطيب السيجار. اللي بغى يطيبهم في الفران يطيبهم، اللي بغى يديرهم في هكا الزيت
يقليهم يقليهم، كيبقى لكم الاختيار دايما الجهه اللي لصقت لتحت، وغادي نبدا نحركهم حتى هما حتى يتحمروا وياخذوا ليا لون ذهبي، وغادي نحيدهم وغادي نطفيهم في العسل. بالنسبه للمعسلات فاش قليتهم وطفيتهم في العسل خليتهم حتى الغد ليه، عاد صفيتهم ملي بين نمشي للخدمه، ومني رجعت من الخدمه عاد ديك الساعه زينتهم. ضروري باتوا في العسل باش يتشربوا مزيان ويجيوكم مرطبين. وانتم كتشوفوا الشكل النهائي بالنسبه للمحينشات، زينتهم باللوز كونكاسي مهرمش ومحمر شويه باش يبقى اللون ديالو ابيض، ما حمرتوش حتى الذهب، وهكا تكيت فيهم في الوسط الورد. المهم كيبقى لكم تزيين الاختيار. بالنسبه للسيجار درت ليه في الجناب اللوز بيستاش مهرمش باش هكا نبدلو شويه داك الخضر، عطاهم لوين وشكيل زوين. وزينتهم من الفوق هكا بوريقات ديال الورد، وكي قلت لكم التزيين كيبقى لكم الاختيار. كل واحد يزين باش ما بغيتو، تقدروا تزينوا بالزنجلان بكاوكاو مهرمش باللوز ايفيلي اللي بغيتو. بالنسبه للبريوات درت ليهم هكا في الريوس دائما اللوز باش يبقى الغابيل ديال راهم معمرين باللوز. وتزين سواء ديروه كوريقات ديال الورد اولا ديروها كوريضه كامله تكوها في الوسط ديال البريوه، كتعطي شكل زوين. هانتوما نصورها لكم عن قرب وشوفوا الشكل ديالها كيجي غزال هكا الا تكيتو فيها الورد. انا غير ما بغيتش ندير كلشي نتك فيه الورد في الوسط باش نخالف شويه باش ما يجيش نفس الشكل كلشي. وكانوا هادو هما المعسلات اللي بارطاجيت معكم ديال رمضان. انا هاد التحضيرات الوقت الاصلي فاش كنديرهم هما فاش بارطاجيتهم معكم باش يبقاو ليا هكا مزيان. بالنسبه للاحتفاظ انا راه داكشي الاخر اللي بقى شنو درت ليهم، شديتهم درتهم في بواطات وزدت عليهم العسل من الفوق وخطيتهم وخليتهم. علاش؟ باش يبقاو محافظين لي على القرمشه ديالهم. الا انا صفيتهم فاش غادي نديرهم فاش غادي نجي نتناولوهم في رمضان غنلقاو الورقه اللوات يعني. وتقدروا تحطوهم اولا تصفيوهم من العسل وديريهم في الكونجيلاتور وتبداو تجبدوا الكميه اللي بغيتو، كيبقى لكم الاختيار. انا هاد القضيه اللي قلت لكم ديال العسل هي اللي كندير، كنغطيهم شويه كنزيد العسل بالزايد في البواطه باش كيبقاو ليا مقرمشين، الورقه كتحافظ على القرمشه ديالها. هذه هي طريقتي للاحتفاظ ديالهم. وهكا الوقت اللي كان بين نتناول كنجبدوا واحد الكميه كنعاود نسقطرها مزيان من العسل وكنزين هذيك الكميه فقط، يعني كندير لها هكا اللوز والورد وهذا وكنحط نحتفظ بها بشي بواطه ديال الزاج كتبقى ليا زوينه. كان هذا هو فيديو اليوم، هنايا غادي نقول لكم بسلامه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده. خليت لكم راحه البال، السلام عليكم.